حصد محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر نوفمبر، والتي تقدمها الشركة الراعية للريدز. ونشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يظهر فيه محمد صلاح وهو يتسلم الجائزة. وقال الفرعون المصري في تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: بالطبع أشعر بالسعادة بسبب النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الماضية، وأيضا بسبب الأهداف التي أسجلها. وتابع: أحب دائما تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز. وعن وصوله للهدف رقم 50 بقميص ليفربول: أسعى للوصول إلى هدفي رقم 100 مع الفريق بأسرع وقت ممكن، ولكن هناك العديد من الأهداف التي أريد تحقيقها قبل الوصول إلى هذا الأمر. وأضاف: أريد الفوز بالمباريات والألقاب مع النادي، هذا هو ما يهمني. وأنهى تصريحاته: تحقيق الفوز في جميع المباريات قبل أعياد الميلاد، أعتقد أن هذا أمر مهم كذلك، لأن التعادل في مباراة واحدة يفقدك التوازن. عليك بالتركيز والالتزام، وسنرى ما سيحدث في المستقبل. كرة القدم هي أروع عرض وفستيفال على وجه الأرض. هذه هي دنيتنا، هذه هي حياتنا. الألفاظ تغيب والكلمات لا توجد. أنا تولدت باش نكون فيه، غيري جاءوا بساقيهم، لكن كنا مرتبطين ببعضنا.